ترى ما في ما اسمع شيء انا قاعد اسمع صوتكم مباشر ما اسمع هنا. طيب عرض الصوره ايوه بالضبط. طيب الان عرض الصوره يا وليد ورينا فرجينا ارحبوا حبايب قلبي ذول والله. منهم هذول الاشخاص؟ هذول طبعا هذول جروب ولا لا؟ الله لهم اسم. هذول اصدقاء النجاح. تحياتي اشواقي مقنع القحطاني وخنفش الشهراني. ونعم مالك زود هو رجال اللي يعرف انه مقرر عمليته خلال الاسبوع هذا. عمليه ايش؟ عمليه خشمه واحد فيهم. صلاة زجل. فاذا سواها حابين تحمد له بالسلامه، واذا ما سواها الله يعينك الرجال هذا. طيب خنفش وليد سم. هذا الجروب له اسم، يقولون هو جروب الأصدقاء، بس نبغى نعرف من وين اخترتوا الاسم اللي هو جروب وام. تيم وام. ايوه اي تيم وام. احنا بدينا في التيك توك سوا. طيب وام واو وليد احمد اللي هو الشهراني ميم مقنع القحطاني. اوكي يعني هم ثلاث اسماء كل واحد ماخذ الاسم الاول الحرف الاول. تيم وام. السلام. والله تطلع اسم ابو زهر اللي اختاره. والله يهنيك. الله يطول عمرك. مصاب شيء بشيء. انا مصاب. طيب فريق وام هذا الجميل، الاسم الرنان صراحة اللي أنا عجبني، من وين جاتكم الفكرة؟ فكرة اسم الجروب طبعا قلناها. طيب هو جروب لأصدقاء، نبغى نعرف من وين اخترعوا الاسم قلناه، وشن هو المقلب اللي كلفك كثير؟ والله كثير المقالب اللي سويناها كثير وكلفتنا أشياء كثير والله، بس أهم شيء نحن صدورنا. وشنو أقوى مقلب جاك هو اللي قلت من أشخاص غيرك ردوها فيك؟ يعني هو اللي أنا قلته حق الجوال هذا خنفش. أيوة رميت جواله في الشارع. أوه. واليوم الثاني جبت له واحد ثاني غيره. والله بيض الله وجهه. معني مطفر والله يا علي. تجي قهوه سوداء. لا والله والله عاد خويك ما بيجي. ما بيجي. لا والله ما اخذها والله ما اخذها والله. لا الله يكرمك. لا. طيب حالفنا شوي. والله ما يجيني انا هو بيجي. لزم علينا شوي عادل. عاد لك كوب بوكس من بيني وبينك. يلا سلام. المطيب تقاوي. فهمت يا علي؟ تقاوي اسلم. فهو هذه من ضمن الاشياء اللي سويناها. بعضها يا اخي غلط، صدق نعترف ان بعضها غلط المقالب هذه، لكن ايش؟ باب التغيير من باب الوناسه. ترى يعني بالعكس المقالب ترى تعطي حلوه بس سوها مع ناس وسيعه صدر. بالضبط وناس تعرف. إيه لان في ناس تدللك اني انا وسيع صدر وهو وسيع صدر. اول ما تمزح ما يزعل. صح. لذلك انت اخترت الاشخاص الصح. انا قاعد اختار الاشخاص الصح، عشان كذا سلطان ممكن اغرق وجهه الحين في لا كذا انا كذا اسحب على شوف الخطوات الحالي. طيب سلام. لا ما بي يعني عمر بن هدال انت.